مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام يفاضل بين أكثر من مدرب وطني لخلافة البرتغالي فنجادة المدير الفني للاتحاد عقب الاستقرار على توجيه الشكر له مع نهاية عقده في مايو المقبل. الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة منح أيمن أشرف لاعب الفريق الأول حقنة في الركبة خلال الساعات الماضية لمساعدته على العودة سريعا بسبب الرشح الذي يعاني منه في الركبة. مجلس إدارة نادي الزمالك منح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق فرصة أخيرة لحسم موقفه من التجديد بالشروط التي وضعتها القلعة البيضاء قبل توجيه الشكر له والسماح له بالرحيل. البوليفي كارميلو لاعب النادي الإسماعيلي طلب الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم رغم انضمامه في الشتاء الجاري لعدم قدرته على التأقلم بسبب الأزمات التي يعاني منها النادي. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جدد الثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن رغم حالة الغضب الجماهيري والمطالبة برحيل الجهاز الفني بسبب تذبذب أداء الفريق.